كومو مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، روتين جديد. راني موجده باش نقدم معكم الحوت. غادي نديروا الحوت ديال الطون في الطاجين. نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكذلك الروتين ديال اليوم. راه غادي ندير لكم فيديو روتيني ان شاء الله. تشوفوا اش غادي نقاد اليوم ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا اختي درت الكمون، درت هنايا جوج معالق صغار ديال الكمون، شويه ديال الربيع. الربيع هكا مقطع يكون رقيق شويه. الثومه محكوكه، هنا عندنا 8 دروسه ديال الثومه محكوكين، نص معلقه صغيره ديال الزهر، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، جوج معالق صغار ديال التحميره، وشويه ديال الملحه. الملحه ديما كتبقى على حسب الذوق. صافي هادشي اللي درنا. غادي نديرو شويه ديال زيت العود باش تهجر تجيبها، وكذلك غادي نديرو واحد شويه ديال العصير ديال الحامض، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا كما قلت لكم غادي دير اختي شويه ديال الحامض، جمعنا دوك قريعات ديال العطريه. بالنسبه للطون قبل ما تعصر اختي الحامض، غنوريكم الطون كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي غزال. اما ديروه في الطاجين ولا في الكوكوت ولا في القميله، كيجي واعر. انا غادي نديرو اليوم ان شاء الله في الطاجين مع الخضره. غنديرو غير حامضه وحده، قيل راه فيه الماء ياك. صافي غادي نكتفيو بحامضه وحده، ومن بعد غادي نقطعو جوج شرائح ديال الحامض. صافي غادي نخلطو هنايا، راه زدنا واحد الشيء ديال الزيت. غادي نشرملو هاد الحوت، وغنخليوه شويه فهاد الشرموله. غنمشيو نوجدو ان شاء الله الخضره اللي غادي نقطعوها ونقادوها في الطاجين. صافي غادي نخلي الحوت مشرمل، وغنمشيو نقادو الخضره، وغنتلاقى بكم ان شاء الله. نجي نقاد الخضره. بالنسبه للخيزو غادي نديرو من الفوق، راه دايره يتسلق باش نقادوها. بالنسبه للبطاطا ماشي مشكله، غادي نقطعها شويه مع البيضه. اما كتفرشوا البطاطا ولا كتفرشوا الخيزو اللي بغيتكم. المهم خصنا نقطعها كي دوائر. نحاولوا نغطيو هادشي مزيان. وغادي نجيب الحوت اللي شرملات اختي، غادي نحطو هنايا. بسم الله. وهاد الشرمولة هادي اللي بقات غادي ندير فيها شويه ديال المطيشه. بحال هكا غادي نجيب مطيشه قطعتها بالزريعه ديالها كنخلطها مع هاد الشرموله هادي. هنايا بالنسبه للبطاطا الا بغيتو تسلقوها حتى هي تسلقوها، ما بغيتوش بلاش. ما كنمرقش نهائيا، غادي نخلي هاد المطيشه هي اللي تسلق الماء ديالها. وغادي نحط هكا البطاطا. هنايا استفت البطاطا، غادي نستف الفلفله. هنا بالنسبه للفلفله اختياريه، ولكن راه كتجي زوينه. هنايا درت الفلفله، غادي نخلي البلاصه للخيزو ان شاء الله بحول الله. غادي ندير ورقه ديال سيدنا موسى، ندير جوج
الا بغيتو ما بغيتوش يمكن لكم ما ديروهاش. غندير شرائح ديال الحامض والفلفله الحاره. هنايا هادشي اللي بقى غنشرب مطيشه ديال الحكر، غير معلقه صغيره، غادي نخلطها شويه. هنايا غادي ندير كما قلت لكم معلقه ديال مطيشه ديال الحكر، غنديرها كامل الفوق غير واحد شويه. وغادي نديرو فوق النار حتى نشوف خيزو راه طاب، وغنزيدوها كامل الفوق وما كنمرقش، كنخلي هكايا الحوت وكذلك ما فيش تطلق الشرم يطلق الماء ديالها. ومن بعد غادي نبدا نهز ونسقيها هكايا من الفوق. غادي نخلي الطاجين يطيب على خاطرو مرمره، غادي نهز المرقه وغادي نسقيها هكايا من الفوق. هنا بالنسبه للخيزو الا بغيتو انكم هنايا كما كتشوفوا، من بعد ما درت خيزو غادي ندير واحد شويه ديال الزيت هكا من الفوق، غير واحد شويه زيت العود. صافي غادي نخلي الطاجين يطيب، مره مره غنهز المرقه وغادي نسقي خيزو هكا من الفوق. بالنسبه للخيزو الا بغيتو تفرشوه من التحت كتفرشوه، انا درت غير واحد شويه هكا من الفوق، غادي نغطي عليه ونخليه يطيب. هنايا كما كتشوفوا عندي هنايا عندي الحمص رطبته باش نقاد الحريره ان شاء الله، ناويه باش نقادها ان شاء الله بحول الله. الصراحه دابا ما عنديش الحمص مرطب، كون كان عندي كون حيدتها عليا حتى العشيه وندورها، ولكن ما عنديش مرطب داكشي اللي رطبته دابا. وهنايا بالنسبه لهاد الخضره هذه غنزيد فيها شويه ديال الربيع غير واحد شويه. المهم هنايا حنايا جفينا الدار وجفات كذلك الكوزينه. هنايا الصوله اللي قلت لكم كنغلفهم باش كيبقاو نقيين. هنايا غادي نقاد شويه ديال الشلاضه، اختي كتكمل جفاف الدار وانا غادي نصوب انا والوالده، غادي نتحموا على الشلاضه القادمه ان شاء الله بحول الله. المهم بالنسبه للشلاضه غندير مطيشه مع البصله راها معروفه، ما بغيتش ندير لكم فيديو طويل لان باقي. هنايا صافي الطاجين راه وجد، غادي نزيد غير عليه الزيتون، غادي نطفي عليه نخليه يبرد واحد شويه وغادي نقدمه ان شاء الله. صافي هنايا الغدا راه واجد الطاجين. الا بغيتو تحيدوا ورقه سيدنا موسى كتحيدوها، ما بغيتوش شغلكم هذاك. غادي نمسح باقي غير غادي نمسح الجناب ديال الطاجين. هنايا الشلاطه ديال المطيشه مع البصله والربيع. صافي غادي نحطوا الغدا ان شاء الله وغنمشيو نرتاحو، من بعد غادي نتلاقاو. هنايا صافي تغدينا، نطت قديت الحريره، درت هكايا البصله مع الربيع وكذلك الكرافاس الحمص والعدس. بالنسبه للطريقه ديال الحريره طريقتي راه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، نتمنى انكم تجربوها لان قدمتها لكم جوج المرات في القناه، داكشي علاش ما عاودتهاش، كتجي رائعه. هنايا ما كثرتهاش بزاف كما كتشوفوا، درت القياس اللي غادي نشربوا داك النهار وجات لذيذه لذيذه، درت فيها العويدات ديال الكرافس جات رائعه. غير انا ديما كنخلي الطحين، يعني داك الطحين اللي كنخلط مع الماء باش كندور الحريره كنخليه يطيب تقريبا ديك نص ساعه حتى ساعه الا ربع باش كتجي زوينه وما كضرناش في نفس الوقت. صافي غادي نخليها تبرد واحد شويه وغادي نقدمها كيف الزليفات. هنا الزلفه الحمراء خليتها للام ديالي لان فيها الملحه، ما كتاكلش الملحه. صافي غادي نحط الزليفات الاخرين باش يبردوا واحد شويه، وكما كتشوفوا رافقتها بالتمر وكذلك الشباكيه. هنا الشباكيه الاخت ديالي اللي صوبتها جاتها رائعه، كتجي هشيشه وكتشرب العسل ان شاء الله. الا بغيتوا علاش لا رمضان الجاي ان شاء الله نقدها معكم ان شاء الله بحول الله، نوريها لكم. يعني الطريقه ديال التشبيك عاديه، ولكن تقريبا راه قدتها قبل رمضان بشي 15 يوم ولا 20 يوم وباقي زوينه وهشيشه رائعه كما كتشوفوا. صافي غادي نتعشاو ومن بعد غادي نحط التفصيل ديال الديسير. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى يا ربي يعجبكم،
الى عجبكم ما تنسوش ديروا لايك، كذلك الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه كنتمنى منكم تشتركوا في القناه، وكنشكركم بزاف، وما بقى ليا غير نقول لكم الى اللقاء وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.